التماس الآن، كانيدو قريب، الأحاط، عملية التمرير، حارب عبد الله داخل منطقة الجزاء، وجول للأبيض الإماراتي، تيغالي برأسية ممتازة، برأسية رائعة لتيغالي، على طريقة مبخوت، على طريقة إسماعيل مطر، على طريقة الطلياني، وفهد خميس المنتخب الإماراتي يقلص الفارق بهدف جميل عن طريق تيغالي. شوف حرب عبد الله وتيغالي، الله، مرت على سيد جعفر، ثلاثة أهداف جميلة، واحد أحلى من الآخر، اثنين للبحرين، الإمارات تقلص الفارق، ثلاث دقائق هل ستكون كافية للإماراتي للتعديل؟ لكن تيغالي بهدف تقليص الفارق وبرأسية جميلة في شباك سيد جعفر، حلوة للإمارات.